بسم الله المنتقم القهار ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العلي العظيم المذبحه التي وقعت في مصر واستشهد جراءها اربعه من ليوث الرفض يتقدمهم العلامه الكبير الشيخ حسن شحاته رحمه الله عليهم اجمعين هذه المذبحه بقدر ما هي مؤلمه للنفوس لما رافقها من سحل وتنكيل ودمويه فانها تبشر بميلاد جديد للتشيع على ارض الكنانه هذا الميلاد يوصل إلى الغلبة والنصر إن شاء الله تعالى ذلك لأن التشيع من تفع بشيء مثل من تفع بالشهداء ولا اكتسب مزيدا من القوة والبريق بمثل ما اكتسب من تضحياتهم ولا أقبلت عليه الشعوب متعاطفة بمثل ما أقبلت عليه بعد مآسيهم. دماء الشهداء كانت ولا تزال أعظم حياة للتشيع، وأعظم سلاح، وأعظم انتشار، وهي بعد موجبة للفوز بالجنة والرضوان إن شاء الله. لقد ظن أولئك الذين قتلوا أبا عبد الله الحسين وأهل بيته وأطفاله وأصحابه صلوات الله عليهم ظنوا انهم قد اوقعوا هزيمه به ظنوا انهم اماتوه وانهوا امره والحق انهم ما هزموا الا انفسهم وما كان ميلاد الحسين الذي صار علما لكل الاحرار إلا يوم العاشر من محرم. في ذلك اليوم في يوم العاشر من محرم ولد الحسين من جديد. الحسين المنهج. الحسين الاتجاه. اليوم كذلك. استشهاد الشيخ حسن شحاتة واستشهاد رفاقه رحمه الله عليهم هذا الاستشهاد وهذا الحدث سيكون باذن الله تعالى ميلادا جديدا لنهج التشيع في مصر حتى تعود كما كانت دوحه ورياضا تمتلئ بطيب الولايه لال محمد صلوات الله عليهم والبراءه من اعدائهم ضاعف الله عذابهم لم تلحق هذه المذبحه سبه وعارا الا بمرتكبيها الذين ترجموا حقيقه دينهم وتعاليمهم دين الغدر والدمويه والارهاب تعاليم السحل والتنكيل والتمثيل تلك التي ورثوها من اسلافهم الطغاه ومجرمي الحرب كابي بكر وعمر وعائشه وبني اميه واضرابهم لعنه الله عليهم اجمعين لم تزد هذه المذبحه شيعه مصر الا عزا وشرفا وكرامه وقربا من نبض الشارع المصري المتعاطف معهم قد تعاطف معهم لما جرى عليهم من البغي والعدوان كما ان هذه المذبحه لم تزد بقايا المتعصبين لاهل السقيفه الا ذلا وخزيا وفشلا وبعدا عن الشارع المصري لقد كرهوا اهل مصر بدين السقيفه دين السقيفه الذي هو نسخه مزيفه من الاسلام لقد كرهوهم بهذا الدين وزادوهم نفورا منه، وتلك لعمري اعظم هديه يقدمها هؤلاء الارهابيون للتشيع من حيث لا يقصدون ولا يريدون. لئن صدمت العالم تلك المشاهد المروعه للجريمه حين اجتمع الوف المتوحشين على أبرياء عزل ما زاد عددهم عن خمسة وثلاثين كانوا قد اجتمعوا في بيت أحدهم ليحيوا بسلام ذكرى ميلاد إمامهم المنتظر المهدي صلوات الله عليه أقول لئن صدمت العالم تلك المشاهد المروعة فإنها لم تصدمنا ولم تصدم الواعين المطلعين على التاريخ، اذ عرفنا وعرفوا ان ما كان من اولئك الاسلاف المنافقين المجرمين في حق ائمه اهل البيت الطاهرين عليهم السلام وشيعتهم، ما كان من اولئك في حق هؤلاء كان اكثر بشاعة واعظم جرما، ومع ذلك لم يزدد الشيعه الا قوه وعزيمه واصرارا على مواجهه خط الانحراف البكري وتبصير المسلمين بالحق واعادتهم الى سيره الاسلام الاولى التي خطها خاتم المرسلين صلى الله عليه واله الطاهرين وهذا هو المترقب من شيعه مصر الاكارم حرسهم الله ونصرهم أن يواصلوا جهادهم في نشر الوعي بين المصريين ليعودوا إلى أهل بيت نبيهم صلى الله عليه وآله ويتركوا موالاة الطغاة المنحرفين الذين خدعوا بهم كأبي بكر وعمر وعثمان زاد الله عذابهم إن الثأر الحقيقي لشهدائنا في مصر انما يكون في هدايه مزيد من الناس الى الاسلام الحق الى التشيع فهذا الامر اكثر ما يغيظ العدو ويهد اركانه وينسف بنيانه ويمحو وجوده ومع هذا فإنا لا نضرب صفحا عما ينبغي اتخاذه من خطوات عمليه لحمايه الشيعه في مصر ومن تلك الخطوات تكاتف الجهود لتشكيل قوه ردع على مختلف الصعد امنيا وسياسيا واجتماعيا وحقوقيا واعلاميا في ظل عدم قيام الدوله بواجباتها في حمايه مواطنيها يكون من حق الناس حمايه انفسهم بانفسهم وذلك حسب القانون الدولي قوه الردع هذه ينبغي ان تلتزم امنيا بضابط الشرع والاخلاق والبعد عن العنف انما تردع ولا تعتدي وحينئذ لا يستسهل الارهابيون المجرمون الاعتداء على الشيعه لما يملكه الشيعه من قوه مهيبه قوه الردع هذه ينبغي أن تتحرك للمشاركة مع سائر الأطياف السياسية المصرية لإسقاط محمد مرسي وإزاحة جماعة الإخوان الشياطين والجماعات السلفية السلفيون المجرمون إزاحة هؤلاء عن حكم بلد عريق كمصر قد عاثوا فيه فسادا ودمارا وخرابا قوه الردع هذه ينبغي ان تحقق اعلى مستويات الربط والتنسيق بين الاهالي الشيعه في مصر بحيث لا يكون التبعثر هو السائد بل يكون التوحد لتشكيل مجتمع شيعي قوي قوامه الملايين قوه الردع هذه ينبغي ان تتحرك حقوقيا على المستوى العالمي لكشف الجرائم والانتهاكات التي تقع على شيعه مصر وتحمل القوى والمنظمات العالميه على التدخل وعلى القيام بواجبها الانساني في الضغط من اجل رفع الظلم عن هذه الطائفه المظلومه في مصر كما ينبغي أن تتحرك هذه القوة الرادعة على المستوى المحلي أيضا، تتحرك في تجريم ومعاقبة المحرضين على قتل الشيعة وتصفيتهم. قوة الردع هذه ينبغي أن تتحرك إعلاميا لمواجهة آلة الشر والتحريض الإعلامي الإخواني والسلفي. وتوعية الشعب المصري الكريم بحقيقة الدين البكري ودعاته الماكرين المخادعين هؤلاء الدعاة الذين ما إن سا... صارت السلطة بأيدي... بأيديهم أو بأيدي جماعتهم حتى خلعوا أرديتهم وكشفوا حقيقتهم. فما عاد بعضهم يستحي من أن ينادي بالقتل والذبح والنحر وأن ينادي برش الناس بالدم هذا ما على الشيعة في الداخل المصري من خطوات عملية وأما ما على شيعة الخارج فهو أن يمد الشيعة في كل العالم أيديهم لدعم شيعه مصر والتحرك الجاد لرفع الظلم والاضطهاد عنهم وفي هذا الصدد نعبر عن تاييدنا لدعوه المؤتمر الاسلامي الرافضي دعوته الحكومه العراقيه الحاليه لتجميد عقد تزويد الحكومه المصريه باربعه ملايين برميل نفط شهريا هذه الخطوه خطوه مهمه جدا فانها ان شاء الله كفيله باضعاف حكومه محمد مرسي اكثر فاكثر وهي اساسا كما يعلم الجميع مهدده بالسقوط يوم الثلاثين من شهر يونيو الحالي ليعلم المنافق محمد مرسي وجماعته واضرابه ان الشيعه لن ينسوا هذا الغدر بالشيعه في داخل مصر وان دماء شهدائنا لن تذهب هدرا وان المد الشيعي سيتواصل في مصر مهما كانت الظروف نسال الله تعالى لشهدائنا الابرار الرحمه والمغفره وعلو الدرجات كما نساله سبحانه ان يلحقنا بهم على درب الشهاده فتلك اعظم امانينا والحمد لله حمدا نصير به في نظم الشهداء بسيوف اعدائه وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين